عليكم الشباب ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، والله يجعل لكم هاد 10 الأواخر إن شاء الله الرحمن الرحيم عتق من النار ومغفرة للذنوب. فبلا ما نطول عليكم، فاليوم عندي واحد الملف خطير. شفنا حنايا الضجة اللي تارت في عين زكان، شفنا الضجة اللي تارت في فاس على قبل هذاك المثلي، وشفنا الضجة اللي تعرضت مسكينة هذيك الإنسانة المعاقب مدينة الجديدة لاغتصاب وحشي، اغتصاب من طرف حيوان أدمي. فهنا الشباب كتنطبق علينا واحد القولة ديال سكت أهل الحق عن الباطل فضل أهل الباطل أنهم على حق. فاليوم عندنا ملف اللي فيه وراق اللي غادي يقدر يطيح الشباب مسؤولين كبار، اللي غادي يفرش وغادي يشوه لينا مسؤولين، غادي ينعكس القانون المغربي وغادي ينعكس الدستور وغادي ينعكس الإرادة الملكية. فبغيت السؤال عندي للشباب وليكم نتوما الشباب، شحال غادي يقول لك وانت شمن باغي تطرح وانت شمن باغي دير شباغي ندير؟ انا اقسم بالله يا هاد الميم شحال انا كنتردد فيه، حيت انا دابا وصلت لواحد النقطة ديال خاص هادشي تعرف. اما انا ما عندي غرض، ولكن الشباب اللي تحملت على العبء ديالي الامانه، شحال من واحد غادي يبارطاجي معنا هاد الرساله، شحال من واحد غادي يبارطاجي معنا هاد الملف باش نشوهو ونفرشو المسؤولين اللي ما باغينش بهاد البلاد تزيد قدام. ملف فيه اوراق، ملف فيه وثائق رسميه مضبوطه، ملف اللي فيه شهود عيان، ملف اللي ما غاديش غادي نقول زعزع، يعني المغرب مي ملف غادي يخلي البصمه ديالو. اذا الشباب غتسناوني ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار السبت مع 10 ديال الليل باش الجميع غادي نكتشفوا اشنو كاين في هذا الملف، وشكون هما المسؤولين الكبار اللي كاين في هذه البلاد اللي غادي يشوفوا في هذا الملف، وغادي نشوفوا هذيك الساعه الدوله وغنشوفوا الحكومه واش غتقدر تدخل في هذا الملف ولا ما غاديش تقدر. غادي نشوف شحال من مغربي غادي يبغي يبارطاجي معنا هاد الرساله باش توصل لجميع المغاربه ولجميع هذوك المسؤولين الشفاره باش يتسناو النقطه، ولا غادي يتسناو البدايه ديال النهايه ديالو. فما تخليوش الشباب هاد الفيديو محصور بيناتنا، بارطاجيو لاكبر حد ممكن باش رسالتنا توصل، باش كاملين وقفنا هاد المره ما غنوقفوش قدام البرلمان باش ندافعوا على الناس ديال الصايات، وما غنوقفوش قدام البرلمان باش ندافعوا على المثليين ولا على الناس اللي ما صايمينش، بل هذه المره غادي نوقفوا باش ندافعوا على كلمه حق، لان الحق يعلى ولا يعلى عليه. من نفس الشباب خليت لكم الراحه، السلام عليكم ورحمه الله.